الجبل ده لو انت بقيت راكب فيه ومشيت منطقة بعيدة وضهبت، هو بخبر المنطقة اللي ممكن يجيبها، يعني ممكن يخبر فجة الفريق الجمل اللي يتحرك منها، وممكن برا يجيبك ليها من غير وصف. يعني لو جيت بالليل لمنطقة وانت خلاص ضهبت في الخلا، لا خلاص هنا الجمل بيخبر تاني، انت ما بتقدر تصارع الجمل، ما عليك الا ترخي الرسن، والجمل برا ممكن يجيبك للمنطقة اللي قام منها، منطقة امهاته او منطقة الفريق اللي اصلا يتحرك منها. يعني الجمل ما قاعد يضخب ولا قاعد يروح، بنتغذى من لبنها، لانه لبن الابل ذاته فيه ذكاء، يعني فيه ذكاء للبني ادم وفيه قوه، وبعد ذاك فيه شراسه شويه. يعني اساليب الابل ذاته اهلها عندهم نفس التحمل القاعده يتحملوا بها، القاعده يتحملوا لانه نشأوا من لحمها ولبنها وبرها. وأجدادنا ساعدناها، وأجداد أجدادنا ساعدناها، وبالنسبة لنا ثقافة. كل القبائل الموجودة في جنوب دارفور، القبائل العربية وغير العربية، جو نحن نشأنا لقينا الحيوان ده عندنا موجود هنا من بهاتنا، وبهاتنا القوم من أجدادهم وتوارثنا جدا عن أب. والإبل دي يعني أنا رئيس الغرفة التجارية ومنتج ومربي، يعني منتج للحيوان ده ومربي وتاجر، هلا غير ما بنعرف شغله. الإبل دي هي فيها ثلاثة أنواع، إبل لحمة زي اللي قدامنا دي، إبل تجارية، وفي إبل بتاعت لبن دي شكلها برا، وفي إبل بتاع الجري دي شكلها برا. يعني هي عندنا هنا ثلاثة أنواع. البهيمة دي الناقة دي بتلد في 13 شهر، وبعد ذاك الجنة بتاعها بنتج في 5 سنين. يعني السنة الأول حوار، والثانية مفروض، والثالث حق، والرابع ممكن بهيمة تلد. يعني بعد ذاك ممكن في السنة الرابعة دي ممكن تخصب من الجمل، والسنة الخامسة ممكن تلدي. الجمل لما يبقى جاهز للصادر زي الجمال اللي قدامنا دي عمره من 8 سنة لغاية 10 سنة، يعني يكون صارحين بالمسافة دي كلها. وهسع الجمال دي في حدود 80-90-100 ألف، ده سعرها سعر اليوم الجاري. يلا توح قفل، جيب الله منك. لكن نحن العظم الأساسي في 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 يعني لا زال نحن متمسكين بثقافتنا بتاعة الإبل، وعندنا عزة. يعني الزول اللي ما عنده إبل أو إبل شوية في القبيلة ما عنده قيمة كبيرة. يعني لو الناس دارين نرحلوا وعشان يقولوا نسيروا ولا نشوفوا الفجة الفلانية فيها رعية كويسة، بشيفوا الزول اللي إبله كثير ده بقوموا بقولوا لي يا أخي الليلة نمد ولا ننزل وكده. من تجي للغنم دي، الإبل دي عندها يعني صنام مع الغنم أو صوان. يعني أهل الغنم يجوا يفتخروا يقول لك أنا والله بحت غنمي وبحت 100 كبش، وإنت جملك يا داب عمره 8 سنة، لأن الضام بلدي في 6 شهور. ولكن الشعر برضو قالوا لا، قالوا وزن الضام معاها خفيف وما يلطرفه، كم لله مشهور جالسة مات بشرفه.
أمريكا لقى النسام وديع كرفوا بينات بحر إلا أهل الغنم ما احترفوا. قالوا الغنامة وأهل أنبوح وناس الزرع حرسوا العين وانقادت خسيمة الفرع. القش الببين فوق السنام والضرع قرعوا لويفها بنهري وتتقلوا قرع. ده في البادية، لكن لما نجوا ماشيين في الصحراء وبالطريق ناس الخبير داك والدم مراحيك والخبير الشيخ ذيل عندهم لهجة تختلف. بقولوا دبابيك نمد اللي مصر ميات وسبع ألف كيلو ما بتفرق معاهم مشاكل. خبير قز في نجم الجد المتراكن أدى الصوت جمعته قال حزم مجاكن. قال مسكت الصهرة فيها العظم بتبين، تاجر خابر أنبابة وزبون معين وخبيرك للمسافات ما لصدره صبيّن. دي طبعا السقافة كمان بتاعت الطريق. هلا من نجي للبادية والسقافة بتاعت الرعية، لو قطعوا لي قبل ومشيت وقلت دربهم ما لقيت وما لقيتن، دي عند الحريم وعند نسوارنا ما مقبولات. يعني قصتي اللي بلدي مرقت مني ولا دربها راح لي بيعتبروك انت جرستها من حكاية مقاومتك في البل، وممكن الزول يموت في ابله وكده. الحكامة بتقول راكبين على الجوجاح وشايلين الحرة سلاح، ناس يوم ما يجيب ملاح ما بحلهم درب اللاح. دي طبعا كمان حريمنا، تقول نسمح حس الضرب من الظهيرات غرب. دي الناس تقيل القلب ما قالوا راح الدرب، يعني ما لفلف كده وجا قال انا دربي راح ودرت ابلي وكده، دي عندنا ما مقبوله. دي طبعا يا جماعه الصوره بتاعت الابل الموجوده عندنا، ونحن في مشاكلنا الداخليه ذاته عندنا اعراف. يعني لو زول قتل زول بالزلف وجو عشان يعملوا معالجه بتعديات بنادية من الابل دي، يعني دي تنزاتة مقيمة بالابل دي. هسه الشهر الفات نحن دفعنا 100 راس ودي دية شرعية. نحن دفعنا 100 راس لزول مات بالغلط او على حسب الاعراف ينزلوها ل 50 ل 30، لكن من يعالج مشاكلنا كلها بالابل دي. يعني بنسرح بيها بنربيها كويس، لكن ما عندنا بديل، يعني الحياة بتاعتنا كأبارة أن إحنا مربوطين بها.